رسول الله، رسول الله، لا تسألني عن قومي، فقومي اليوم عن قومي قد انصرفوا. بني الإسلام في دنيانا يغتصبوا، وإخوان لنا في الدين قد اختلفوا. فوالله إن القلب بالذكرى ليتحسر، بذكرى عزة الإسلام ومن خلفوا. فهذا رسول الله قائدنا وفي زمنه، بني الإسلام بالعزة قد التحفوا. ولا ننسى من على سائر الملل في ظل حكمه بالإسلام قد اكتنفوا. ومن أتى بعده بالعدل قد حكموا، ومن أتى بعده بالعدل قد حكموا، أبو بكر، أبو حفص، وعثمان والسلف. فلماذا اليوم لا ننتفض للأخوة؟ أم أننا اليوم من بالعهد قد حنفوا؟ ألا أذكركم من بالله معتصم إذ انتصر بالجيش لجارية وما ضعفوا؟ فهل نسيتم قول من بالحق قد نطق إذ أنذرنا بيوم رياحه لها عصف تتداعى علينا فيه كل من الأمم كغثاء السيل كثر يومئذ نحن نتصف. فأوصيكم اليوم يا إخواني التحموا، متمسكين بدين الله اصطفوا.